رغم تراجع السوق العالمي بالسيارات، لكن الصناع الكوريين أثبتوا هذا التراجع ما موجود عندهم قاموسهم، لأن السيارات الكورية حافظت على ثباتها بالمبيعات وأيضاً زادت. صانع اليوم اللي نتكلم عليه هو من أهم 3 مصنعين للسيارات الكورية بالعالم، وأيضاً هو من أهم مصنعين السيارات الرباعية في كوريا أيضاً. سيارة اليوم هي تيفولي من سانجيونج. نتكلم بداية على شكل الخارجي. شكل الخارجي للسيارة كلش جميل ومميز، كونه يبدي بالمنتصف علامة توأم التنين اللي هو علامة السيارة اللي هي مستوحاة من التاريخ أو الإرث بالنسبة لكوريا، وأيضا عندك هو بما معنى سانجيونج. نجي على خطوط الكروم الموجودة بالجانب توزع هذا الشكل الرياضي، تعطيك طابع رياضي للسيارة، وأيضا راح نشوفه ممتدة مع الـ LED الخاصة بالسيارة. بالنسبة للإنارة تجي عندك الخط الفوق هو LED، وأيضا تجي اللي هو Daylight أو الضوء النهاري، وتجي عندك هنا الأسفل هو الهيلوجين. راح نلاحظ توازن موجود بالجهة العليا من وجه السيارة، وأيضا بالأسفل راح تشوف عندك اللي هو الفوق لايت أو ضوء الضباب عندك بالجوانب، وتنطيك هذا الخط الأسود بالمنتصف طابع رياضي أيضا للسيارة مع الجهة السفلى اللي هي أيضا الشبك الأمامي راح تشوفه واسع وكبير. نجي على جانب السيارة وياها ويا البنيد، راح تشوف هنا هاي المنطقة، تشوف عندك خطوط موجودة بالبنيد، هاي المنطقة راح تعطيك انه طابع رياضي اكثر للسيارة. نشوف من عنده انه الشاملوغات منفوخة اكثر وتعطي وجه السيارة تعطي طابع رياضي اكثر. ويل السيارة قياس 18، هو يجي من اللون الاسود من خليط من المعادن، هذه اعلى فئة موجودة بالويالة. وايضا راح نشوف هو هذا الويل طابع رياضي من طل السيارة اكثر، ويل اسود على سيارة بهذا اللون راح تعطيك طابع وشي رياضي مميز لها. اما اذا نرجع لي ورا راح نشوف السيارة اكثر من الجانب، راح نشوف طابع رياضي موجود هذا الخط، راح نشوف من عندها مثل العضلات او بارزة اكثر، وراح نلاحظ من عندها امتداد الباك لايت. الباك لايت نتكلم عليها لاحقا، بس راح نتكلم هسه على السقف السيارة. سقف السيارة هنا موجودة عندها الركات، الركات هذه في حالة استخدام تكون احمال او منطقة تزلج او تطلع على اي مكان. بالنسبة للسيارة مثل ما نعرفها هي فور ويل تعتبر، وايضا راح نشوف هذه المنطقة سوداء وتجي عندك خط اسود بالخلف، تنطيك طابع رياضي اكثر للسيارة وتنطي ايضا شكل هجومي اكثر يسموه بالنسبة للسيارات الرياضية. نجي على المرآة الجانبية، المرآة الجانبية هنا موجود بها LED، ومن ضمنها ايضا المرآة الجانبية هي اوتوماتيك تكون في حالة غلق السيارة. راح نشوف البيبان الاماميه، السائق والصدر اللي يمه اثنيناتهم بصمه، تحتوي هذه السياره على بصمه بالنسبه للمواصفات اللي بيها الموجوده. وراح نلاحظ هنا مثل ما ذكرنا، نرجع على الخلف اكثر، راح نلاحظ المصابيح الخلفيه شلون ممتده على الشاملوغات. الاناره الخلفيه هي LED ايضا وموجوده، راح نشوفها على الشاملوغات الخلفيه، ذكرناها اكثر من مره لان هذا الشيء كلش مميز بهذه السياره. خلفيه السياره هي خلفيه جدا عصريه، لاحظها من الجام من ستوب لايت الثالث او بريك الثالث موجود عندنا الاناره بي، وراح نشوف هنا هذا مثل السبويلر او موجود بالضغط السياره من الخلف في حاله كانت تمشي على سرعات معينه، اكيد هذا راح يوفر استهلاك عالي للوقود. وايضا راح هنا نشوف علامه سانجيونج وهنا تيفولي. تيفولي هي معناها اي لوف ات، يعني أنا أحبها، بس بالعكس شركة سانجيونج حبت تقول هذا الشيء على السيارة، لأن السيارة كل من يشوفها راح يحب شكلها أو طابعها اللي موجود بيها. بالنزول الأسفل راح نلاحظ هنا منطقة الرقم، الجانب هذا من عندها يمين ويسار أيضا منتفخ أكثر، فراح نلاحظ 3 حركات موجودة بها، 3 انتفاخات بالخلف تعطيك الطابع الرياضي ذكرنا، وأيضا الشكل الغريب بالنسبة إلها. ونشوف هنا الحساسات، حساسات موجودة بالخلف وأيضا موجودة وياها كاميرا من الأسفل مكان الرقم، وراح نلاحظ من الأسفل موجود مشتت الهواء أو الديفيوزر. منطقة السوداء هذه هي بلاستيك معالج غير قابل للخدش. دائر مدار السيارة موجود بالمصد الأمامي وأسفل البيبان، هذه لاحظ لك الجدية الموجودة على سانجيونج بالنسبة للسيارات الرباعية أو الفور ويل. وأيضا راح نشوف هنا بالمنتصف موجود عندنا الجلوب اللي هو الخاص بالضباب أو الهايوة أو الطرق الخارجية، هذا راح يشتغل عندك، تكون زر موجود عندك بأسفل السيارة. بالانتقال إلى داخل صندوق السيارة راح نلاحظ من عنده أنه مساحته كلش واسعة، مساحة هذا صندوق السيارة هو 393 لتر. راح نشوف هنا الأسفل موجود عندنا سبير السيارة والعدة السلامة والجك. سبير السيارة أيضا موجود هو ويل كاب، مثل ويل كاب اللي ذكرناه برا اللي هو قياسه 18 خليط من المعادن اللي هو الويل الرياضي الموجود بالسيارة. راح نشوف أيضا منطقة الخزن هذه البعيدة، نقدر نلوم هذا الكراسي، وراح أيضا نقدر ننزله بعد أكثر. قبل الانتقال إلى مقدمة السيارة راح نلاحظ أيضا عندنا منفذ 12 فولت موجود بالخلف اللي هو منفذ 12 فولت 120 واط. انتقال لمقدمة السيارة، مقدمة هذه السيارة راح نقول على المحرك أو نحكي عليه. المحرك هذه السيارة هو 1600 سي سي، ومن ضمنها أيضا يولد عندنا شغلتين، 129 حصان
160 نيوتن متر. السيارة هذه تجي على ناقل حركة من 6 سرعات سحب أمامي، وأيضاً يتوفر هذا المحرك مثل ما ذكرنا الـ 1600 وهو بنظام الـ EXGI اللي هو إيكونومي، أو تقدر من عنده تختار أنه تكون السيارة اقتصادية بالوقود. تقدر أيضاً تحولها إلى الوضع الرياضي الباور، وتقدر أيضاً إلى وينتر أو شتاء أو تكون مناطق سلقة. هذا كل ما موجود بالشكل الخارجي والمحرك. راح نتكلم الآن على الشكل الداخلي، خليكم ويانا. أول ما راح ندخل بالسيارة راح نلاحظ مقود السيارة، نشوف مثل التضاريس الموجودة بالخارج أو العضلات الموجودة راح نلاحظها بالداخل. مقود السيارة مجرد ما تحط إيدك راح تحس بالراحة وتكون ستيرن رياضي من الأسفل ومن الأعلى. من الأسفل راح نشوفه مو مقود كلاسيكي، راح نشوفه مقود من جوا مقصوص عدل. من المنتصف راح يكون كلاسيكي بالإيرباك، والجوانب تكون الكنترول اللي أو التحكم اللي على اليمين للكروز كنترول أو مثبت السرعة، والوحدات الموجودة عندك بالشاشة اللي بالنص، وعلى اليسار اللي هو المالتي ميديا أو الوسائط المتعددة. أما بالانتقال للعدادات، عدادات الموجودة جميلة جداً، تميل بين الكلاسيكي والحداثة. كلاسيكية اللي هو على اليمين واليسار العدادات والار بي ام، وعندك شاشة بالمنتصف، واكو عندك الطابع المودرن او الجديد اللي هو موجود عندك الانارة مثل ما نشوفها بالمنتصف هي الاحمر. بالانتقال الى داشبورد السياره راح نشوف من الاعلى، راح نلاحظ هذه المنطقه كلها جلد. المنطقه اللي اعلى الكيلومترات هي منطقه بلاستيك، راح نشوف من عندها طابع العصري انه هو الانتفاخ الموجوده فوق العدادات. ونجي الى منتصف الداشبورد، ننزل الى المنتصف هذا راح نشوف من عنده شاشه بالاعلى هي 8 بوصه او 8 انش تي اف تي، تربط على بلوتوث وتنطي ايضا الى راديو والفلاش او اليو اس بي، وتنطيك ايضا الى منفذ اواكس، تربط على 6 سماعات موجوده بالسياره، وايضا من الاعلى عندنا بيز او سبوفر موجود بالاعلى. ننزل هنا تحت الشاشه راح نلاحظ هنا التحكم الموجود بالتبريد، وعندنا الاشاره الطوارئ والهيترات. ايضا ننزل الى الاسفل راح نشوف منفذ اليو اس بي اللي مربوط بالوساطه المتعدده، ونشوف تحته هنا الزر اللي هو الدرايف مود اللي ذكرناه سابقا اللي ينطيك 3 خيارات بين النورمال الطبيعي او الاقتصادي، وينطيك ايضا الباور الرياضي، وينطيك ايضا وينتر اللي يكون بالشتاء او المناطق الوعره. ننزل للاسفل راح نشوف هنا منفذ 12 فولت، وعلى بعدها راح نشوف هنا القداحه الموجوده عندنا والناقل الحركه من 6 سرعات سحب امامي هذه السياره. وايضا راح نشوف هنا بعد ما نجي على المنطقه الوسطيه منطقه كلاسيكيه، المنطقه هذه موجوده بها الهاند بريك، حمالات اكواب 2 ومن ضمنها ايضا موجود عندنا المنفذه. بعدها تجي على هذه المنطقه اللي منطقه خزن، منطقه هذه منطقه متوسطه نسبيا، ونشوف ايضا هنا الجلد الموجود على المنطقه هذه التشوه الموجوده عندنا بالمنتصف. بالانتقال الى الباب راح نلاحظ هنا الباب موجود به الكنترول الخاص بالجام والقفل الخلفي للجامات الخلفيه وقفل المركزي، وهنا التحكم للمرايه الجانبيه اثنيناتها راح يكون الكهرباء، وعندنا ايضا اوبشن انه نقدر يعني المرايه انه نسدها او نفتحها كهربائيا. راح نشوف من عندها الحداثه الموجوده بهذه السياره والبساطه الموجوده ايضا. هنا هذا الجلد، وعندنا السماعات مثل ما ذكرناها سابقا اللي هي 6 سماعات تتوزع، وعندنا السابعه تصير بالمنتصف. راح نلاحظ يده الباب من الكروم، والزر ايضا الدقمه مالتها. وراح نشوف هنا المودرن او الحداثه الموجوده بالجلد هذا، راح نشوفها على البيبان، موجود البيبان الاربعه. راح نشوف هنا ازرار موجوده عندنا جنب الباب، الازرار هذه تصعد وتنزل الاناره الداخليه، وهنا مانع انزلاق موجود، وعندك هنا ايضا المثبت مال السرعه، مثبت السرعه مثل ما ذكرناه الكنترول مالته او التحكم مالته بالستيرن، بس من هنا يشتغل على ما تقدر تتحكم به بالستيرن. مفتاح هذه السياره مفتاح عصري، راح نلاحظه هنا مفتاح جميل موجود به الازرار الفتح والسد، وراح نشوف به ايضا مفتاح للطوارئ. مفتاح الطوارئ هذا موجود في حاله ان البطاريه تكون منخفضه، راح تفتح البيبان الاماميه اثنين او صندوق السياره. هسه ناخذ جوله بشوارع بغداد نشوف تسارع السياره ونشوف ادائها بشكل عام، خليكم ويانا. الآن تجربة قيادة سانجيونغ تيفولي، مجرد ما راح تطلع بالسيارة راح تشوف أداءها كلش سلس وبسيط،
السيارة رغم انها هي 1600 سي سي مثل ما ذكرناها 128 129 حصان بالاضافة الى 160 نيوتن متر، السيارة راح تحسها سلسة بالقيادة. بشوارعنا راح نشوف بالطاسات تكون ادائها كلش متماسك وجميل. السيارة هذه هي درايف شيفت او سحب امامي جير اوتوماتيك، بها انظمة سلامة مثل ESP وايضا ABS اللي هو مانع انزلاق، وايضا عندنا مانع انزلاق اللي هو بالبريك. راح تلاحظ الكراسي تكون كلش مريحة، الكراسي هذه من الجلد. السيارة هذه 5 مقاعد، وتقدر ايضا عندك المقاعد الخلفية راح تشوف بها تنفصل على اليمين واليسار، راح تكون عندك ستاند بيناتهم، تقدر 4 اشخاص بالغين بحجم طويل او طويلين القامة راح تكفي بالسيارة، وايضا شخص متوسط الحجم راح يكون بالخلف. الكراسي هذه الامامية تكون ميكانيكية والخلفية ايضا، برغم مساحتها الواسعة من الداخل وبرغم انه موجود بها 5 مقاعد مثل ما ذكرنا وهي سيارة متوسطة الحجم، لكن يعني ما منع هذا الشيء سان جونز انه توفر مساحة خلفية للخزن. المساحة الخلفية للخزن مثل ما ذكرناها سابقا هي 393 لتر. هذا الشيء بالصندوق، الصندوق تقدر ايضا والمقاعد الخلفية تقدر تدمجهم مع بعض، مجرد ما تنزل صف المقاعد الخلفية راح تصير عندك منطقة خزن واسعة جدا في حال احتاجتها لحالات طارئة او حالات انه تريد تنقل بعض المواد عندك بالسيارة. تيفولي او بما معنى سان جونز بصورة عامة اعتنت بتفاصيل كثيرة بهذه السيارة، بينت لك الحداثة الموجودة بيها، وبينت ايضا موجودة عندك الطابع الرياضي بهذه السيارة، رغم انه السيارة موجودة عندنا هي 1600 سي سي لكن ادائها عالي جدا. لهنا أنا خلصت حلقتنا اليوم ويا سان جونغ تيفولي. تلقوا هذه السيارة بوكيل حصري المركبات سان جونغ تيفولي بالعراق وشركة البلاد الطيبة الكائنة في بغداد، الرصافة الجادرية قرب فندق كورال، أو تقدر أي استفسار يكون على مركز خدمة الزبائن 6677. نشوفكم الحلقات القادمة في أمان الله.